البهجة. كان هناك أميراً لخراسان اسمه أمير، ولقد عاش في رفاهية ونعيم. وعندما خرج إلى الحرب حمل 300 من الجمال الأواني والمقالي والأطباق من أجل مطبخه. وذات مرة سجنه الخليفة إسماعيل. غير أن المصيبة لم تمنع الرجل من الجوع، ولما رأى أمير الطباخ يطهو من قرب طلب منه أن يعد له وجبة من الطعام. لكن الطباخ لم يكن عنده إلا قطعة من اللحم، فوضعها في إناء على النار وذهب ليأتي ببعض الخضروات ليعطي الطبق طعما شهيا. فمر كلب ووضع أنفه في الوعاء يشم الرائحة، فأحس بحرارة النار وهرع، وكان قد التفت بشدة. عندما كان رأسه داخل الوعاء فعلق الوعاء برأسه وفر مزعورا، والوعاء على رأسه ولا يستطيع التخلص منه. فانفجر أمير ضاحكا، وسأله الحارس: لماذا تضحك وأنت في هذه الهموم التي تدعو إلى الحزن؟ فأشار أمير إلى الكلب الذي يركض هارعا خارج المخيم وقال: أضحك من أننا استغرقنا هذا الصباح لينقل 300 من الإبل مطبخي، والآن يكفي كلب واحد ليأخذه بعيدا. فتمتع أمير بالبهجة لسعة صدره على الرغم من مروره بواحدة من أسوأ فترات حياته. لذا يجب أن نقر له بالفضل على رحابة صدره، فقد كان قادرا على الدعابة بالرغم من وجوده في صعوبة وضائقة خطيرة. أليس من الممكن أن نبتسم على الأقل عندما نواجه الهموم